أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة تانية من روك مترو. بداية أنا بعتذر يا جماعة بس على شكلي وعلى صوتي علشان أنا عيان. الحمد لله وصلتني ردود أفعال طيبة جدا عن حلقتنا الأولى، لكن كان في شكوى موحدة تقريبا إن تراك الموسيقى في خلفية كلامي كان بيعلى على صوتي. أرجو إننا نكون عالجنا المشكلة دي. في الحلقة الأولى اتكلمنا عن رواية أوروبية عظيمة لكاتب أوروبي عظيم هو ساراماغو، وفي الحلقة دي هنتكلم عن رواية مشهورة لكاتب آسيوي كبير. في فكرة ظريفة عن مجموعة حلقات أولى هنقدمها عن الأدب العالمي، هنلف فيها على قارات العالم أجمع ونتخيل لكم فيها أبرز الروايات لأبرز الكتاب. في 2006 تبنت اليابان قانون بيشجع الشركات على إلغاء سن التقاعد عند 60 سنة، وبيشجع الموظفين على مواصلة العمل حتى سن 65. في 2012 أعلنت اليابان أنها تدرس إقرار السن الجديد للمعاش إلزاميا من خلال البرلمان، وهو ما تم لاحقا. وفي يوليو 2017 طلب مجموعة من الأطباء اليابانيين برفع سن المعاش ل 75 سنة بدلا من 65. السليم المطالبات المتكررة دي برفع سن المعاش في اليابان بسبب زيادة ضغط المعاشات التقاعدية على ميزانية الحكومة في مقابل نقص العمالة، ونقص العمالة سببه نقص الشباب، ونقص الشباب سببه نقص الإقبال على الزواج، ومن ثم الإنجاب بصفة عامة. اليابان زي ما الشقيري قال في برنامجه خواطر قبل كده من 3 سنين تقريبا، مجتمع هرم، مجتمع عجوز، لدرجة ان مدينة اسمها يوباري كان معدل سكانها في الستينات 120 ألف وصلت في 2014 ل 9000 نسمة، مرشحين يوصلوا في 2035 ل 5000 مع تنامي ظاهرتي العزوف على الزواج والإنجاب. وده ليه علاقة بالرواية اللي هنتكلم عنها النهاردة؟ أيوة، ليه علاقة بالرواية اليابانية اللي محضرها لكم النهاردة. الحقيقة اليابانيين طول الوقت محيرين، بالرغم من انهم بيكتبوا بنوعين من الابجدية، كل نوع مكون من 50 حرف يعني 100 حرف، وبالرغم من انهم بيستخدموا الحروف الصينية المكونة من 3000 حرف يعني 3100 حرف، وبالرغم من صعوبة رسم ونطق الحروف دي كلها، الا ان واحد زي الكاتب الياباني هاروكي موراكامي، سواء كان الفضل ليه او لفريقه او لدور النشر اللي وراه او للدولة ككل، تخطى عائق اللغة وأصبحت أعماله تترجم لأكثر من 50 لغة. طبعا لا عزاء لينا كعرب، ما عندناش مشكلة في تعلم الإنجليزية أو الفرنسية أو اللغات الأوروبية بصفة عامة، ولا في وجود متحدثين من الغرب بالعربية، ولا في عدم وجود كتابات عربية تستحق أن تقرأ في أوروبا والعالم. عندنا مشكلة بس في كسل دور النشر وغياب دعم الدول العربية لكتابها وافتقادهم مجتمعين لحس المغامرة والمبادرة. تخيلوا كده باب الجنة تقرأ في اليابان، مش بعيدة على ربنا. المهم، هاروكي موراكامي الكاتب الكبير صاحب الإصدارات الوفيرة اللي قضى 10 شهور في كتابة كتابه الأول على طاولة المطبخ والمدعوم بقوة في الوقت نفسه من بلاده، نال عدد كبير من الجوائز، من ضمنها جائزة القدس الممنوحة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سنة 2009 في أعقاب الحرب على غزة سنة 2008. وقتها وصلته مطالبات عربية بعدم قبول الجائزة، خاصة انه هيقابل شيمون بريز وان الدماء الفلسطينية لن تبرد، لكنه قرر استلام الجائزة. قال في كلمته وقصاد الصحفيين بعد استلامه الجائزة انه كان متردد يقبل الجائزة ولا لا، علشان ما يكونش بيغلب احد طرفي الصراع العربي الاسرائيلي على الاخر، الا انه تراجع عن موقفه وقرر قبول الجائزة لانه مش هيكون اول من استلمها. الحقيقة الراجل عنده حق، فقد سبقوا الى الجائزة عدد كبير من حائزي نوبل، منهم ماريو فارغاس يوسا وميلان كونديرا وأرثر ميلر، والأهم من المذكورين دول كلهم الروائي الفلسطيني أميل حبيبي. موراكامي تم ترشيحه أكتر من مرة لجائزة نوبل للأداب اللي واضح إنه هينالها عاجلا أو آجلا. النهاردة مش هنتكلم عن روايته الأشهر كافكا على الشاطئ أو الغابة النرويجية أو 1Q84، إنما هنتكلم عن جنوب الحدود غرب الشمس الصادرة عن المركز الثقافي العربي. الرواية نشرت باليابانية سنة 1992، ثم نشرت النسخة الإنجليزية منها سنة 1999 عن قصة هاجيمي بطل الرواية اللي بيحكيها على وسام. هاجيمي اتولد وحيد في أسرة من الطبقة الوسطى، بيقول في ده: كانت العائلة العادية في العالم الذي عشت فيه مؤلفة من الوالدين وطفلين أو ثلاثة، وكان أصدقاء طفولتي كلهم أفراد من مثل هذه العائلات المتماثلة. إذا لم يكن في العائلات طفلان ففيها ثلاثة، وإذا لم يكن فيها ثلاثة ففيها اثنان. عائلات بستة أو سبعة أطفال كانت قليلة،
لكن ما هو غير عادي كانت العائلات بطفل واحد. يزن هاجيمي الولد الوحيد، وحيد كحالة شاذة في المجتمع الياباني في الوقت ده. بنشوفه بيدخل المدرسة الابتدائية ويحب زميلته العرجاء شيماموغا. مع انتقال هاجيمي في المرحلة الثانوية لبلدة جديدة بيموت حبه الأول، بيبدأ مرحلة جديدة من حياته عمادها الأصدقاء والرياضة وأزومي حبيبته الجديدة. نشوف ازاي هاجيمي وبسبب انانيته هيخون ازومي مع بنت تالتة ويجرحها جرح بالغ، وينتقل في مرحلته الجامعية انتقال تالت لطوكيو. بتمضي الاحداث وبيتجوز هاجيمي يوكيكو الانثى الرابعة في حياته، وينجب منها بنتين في وقت بيقول عنه ان كل العائلات اليابانية بعكس الماضي صارت القاعدة فيهم هي انجاب طفل واحد، وان من لهم اكثر من طفل هم القاعدة الشاذة. هاجيمي شايف انه مظلوم، فتلاقيه بيقول يولد العشاق تحت نجم سيء الطالع، لكن الحقيقة انه اناني. تجده يبرر عزوفه عن صداقة زملاء عمله قائلا قررت ان يكون وقت فراغي ملكا لي. حتى بناته اللي اغفالهم بيقول عنهم كانتا تكبران وحدهما دون اي اعتبار لتخطيط وضعته من اجلهما. حتى الرياضة اللي بيمارسها وهي السباحة رياضة فردية مش جماعية، وهو غير راضي عن نفسه وتجاربه وحياته، فطرها يقول كنت أعيش حياة شخص آخر وليس حياتي. كم من هذا الشخص الذي أدعوه أنا هو في الواقع نفسي، وكم منه ليس أنا. تقول شيماموتو لهاجيمي بعد جوازه وأسرته وتقدمه في السن، وهي بتتكلم عن مرض اسمه هستيريا سايبيريا، حاول أن تتخيل التالي: أنت فلاح وتعيش وحيدا في تاندرا سايبيريا، تحرث أرضك كل يوم ولا ترى شيئا على مد النظر، إلى الشمال أفق وإلى الشرق أفق وإلى الجنوب والغرب المزيد من الشيء نفسه. يوما بعد يوم تراقب الشمس، تلقي بمحراثك جانبا ورأسك فارغ تماما من الأفكار. تبدأ بالمسير نحو الغرب، تسير نحو أرض تمتد غرب الشمس، كشخص مسكون من دون طعام أو شراب حتى تنهار على الأرض وتموت. ودي تقريبا كانت حالة هاجيمي اللي قرر في لحظة أنه يسيب كل حاجة بعد ما مل من كل حاجة وقرر يمشي ورا السراب. في النهاية بيرجع هاجيمي لأسرته ويقرص نفسه لهم بعد سلسلة من الأحداث المثيرة يختلط فيها الخيال بالواقع. تيمة درامية متكررة عن أزمة منتصف العمر لكن بتناول جديد. هي رواية عن الحداثة إذن في اليابان وتداعيات الحياة المادية على سلوكيات اليابانيين. هو جعل من الأنانية نتيجة لأنك تولد وحيد في أسرة تكون محط اهتمامها، فده يخلق عندك نوع من الأنانية والطمع وعدم الرضا على حياتك. تؤذي في سبيل أنانيتك كتير ممن هم حولك، ولأنه بيقول إن اليابانيين في الوقت الحالي أغلبهم وحيدي أسرهم، فده بيفصل لنا هيمنة المادية عليهم في 50 سنة الأخيرة. هل ده بقى له علاقة بقلة المواليد وعزوف اليابانيين عن الجواز والإنجاب؟ أظن كده. فهنا أصبح قراري الزواج والإنجاب خياران فرديان لا ضرورة مجتمعية وأخلاقية. سادت الأنانية والنزعة الفردية وسطوة الحياة المادية على الجميع. وبما ان وحيد اسرته اناني، فما بالكم باناني يريد ان يحيي حياته منفردا دون مسؤوليه تجمعه تجاه اخر، ولو كان الاخر ده طفل. طب سؤال تاني، هل هاروكي كان بيتكلم عن نفسه في الروايه دي؟ بمعنى اخر، هل تحمل الروايه تجربه ذاتيه؟ سؤال جميل ومحير. الحقيقه في تشابه كبير بين شخصيه هاجيمي وبين هاروكي لمن لا يدري. الاثنين وحيدي اسرهم، الاثنين بيمارسوا السباحه بانتظام، الاثنين من عشاق موسيقى الجاز. الاثنين كان لهم 3 محطات جغرافية في حياتهم تنقلوا بينها في فترات الطفولة والصبا والشباب. هاجيمي اتجوز في النهاية يوكيكو، وهاروكي اتجوز يوكو. الرواية تذكر بكثير من أسماء أغاني الجاز المعبرة عن حالات البطل المرتبط جدا بالموسيقى. الرواية متوسطة، تقييمي لها 2. الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن روائية إفريقية معاصرة عظيمة، ورواية من أشهر رواياتها. لو عجبتكم الحلقة ادعموها بشير وسبسكرايب للقناة وللصفحات اللي هتظهر تباعا على شمال الشاشة. اكتبوا لنا باستمرار ايه الأعمال اللي تحبوا لنا نتكلم عنها ونناقشها. تحياتي وإلى اللقاء في حلقة جديدة وكتاب جديد. After receiving notice of this award, I asked myself whether traveling to Israel at a time like this and accepting a literary prize is a proper thing to do. And whether this would create the impression I supported one side in the conflict, and that I endorsed the policies of a nation that chose to unleash its overwhelming military power.
Neither, of course, do I see my books subjected to a boycott. Finally, however, after careful consideration, I made up my mind to come here. One reason for my decision is that all too many people advised me not to do it. Like many other novelists, I tend to do the exact opposite of what I'm told.